الرئيس السيسي يبحث في العقبة مع ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي ويؤكد تضامن مصر مع المملكة في التصدي لمحاولات النيل من استقرارها. روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية، والقوات الأوكرانية تؤكد استمرار سيطرتها على ماريوبول. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العقبة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وأثار الظروف العالمية الحالية على القطاعات التي تختص بالأمن الغذائي والطاقة والتجارة، وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة حكومة وشعب في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام. كما شدد الرئيس السيسي على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين. أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة قوات الحوثي هجماتها التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها الحيوية والمدنية، وكان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في جدة، وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه، ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية. وتؤكد وزارة الخارجية في بيان لها مجدداً على شجب مصر التام ورفضها المطلق لهذه الأعمال ولأي عمل يستهدف أمن واستقرار الشقيقة السعودية. وتعيد مصر التأكيد على وقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين الشقيقين. كما تؤكد مصر على خطورة مواصلة قوات الحوثي هذه الأعمال التي تعد تهديدا جسيما ومباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة ولسلامة إمدادات الطاقة، فضلا عما تمثله من انتهاك لمبادئ وقواعد القانون الدولي. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصري والارتقاء بمستويات الوعي والمعرفة. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تمت إقامتها في عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية
وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن. وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن والتوسع في مجالات اكتشافها ورعاية مواهب بالقرى والمدرجات والمدركة بالمبادرات الرئاسية حياة كريمة. نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من ذوي الهمم والأيتام من قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على مرافقها وجهودها في منظومة حفظ الأمن. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع كافة الفئات. بهدف تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بطبيعة عمل القطاعات الشرطية بما يعمق روح الولاء والانتماء لديهم، تنظم وزارة الداخلية زيارات ميدانية لتلك الفئات لهذه القطاعات. في هذا الإطار استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من ذوي الهمم والأيتام تعرفوا خلالها على طبيعة عملها وبرامجها التدريبية لإعداد رجال الشرطة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية وشاهدوا جانبا من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب، فضلا عن عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. الهدف من الزيارة اكتساب روح الولاء والانتماء والمواطنة لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية. وإلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. كانت الزيارة التالية لذوي الهمم والأيتام، فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود، وعقدت لهم ندوة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة بحضور قيادات الإدارة، مع عرض فيلم تسجيلي يوثق لإحدى مهمات الإدارة في ضبط تشكيل عصابي لجلب وتهريب المواد المخدرة. شفنا في المتحف أنواع المخدرات وإزاي بيتم تهريبها، ومن خلال الفيلم الوثائقي اللي تم عرضه شفنا إزاي قد إيه في أعداء للبلد وقد إيه إن حجم الخطر كبير جدا. بصراحة استفدت جدا واليوم كان لذيذ والحمد لله. وفي متحف الإدارة استمعوا وشاهدوا أنواع المخدرات وخطورتها وأثارها السلبية على المجتمع، وقد أشادوا بالزيارة التي ساهمت في رفع الوعي لديهم بمخاطر المواد المخدرة. شكراً جداً لمجهودكم العظيم اللي انتوا عملتوه معنا، وشكراً جداً للمعلومات القيمة اللي انتوا بتنشدوا ان انتوا تعلموها لنا، وان احنا نتعلم من حضراتكم كل يوم معلومة وكل يوم حاجة جديدة بتنفعنا. بصراحة أنا كان في معلومات كتيرة قوي ما كنتش أعرفها، كان معلوماتي محددة جدا، بس لما شفت الفيديوهات النهاردة في معلومات استفدتها كتير، وكمان لما طلعت فوق في حاجات أنا ما كنتش برضو عارفاها استفدت منها وعرفتها. أنا مبسوطة وسعيدة قوي. الوزارة نظمت زيارات أخرى لذوي الهمم والأيتام، وذلك إلى مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. زيارة نظمها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة. شاهدوا أنواع اللنشات المستخدمة في مهام عمل الإدارة ومحاكاة لأعمال التدريب على قيادتها. وتم اصطحابهم باللنشات في رحلة نيلية، وهو ما أشادوا به وبالدور المجتمعي للوزارة في التواصل معهم ودعمهم والحرص على استقبالهم. وتعكس تلك الزيارات مدى اهتمام وزارة الداخلية بالجانب الاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية من خلال الحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بجهود الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات تقرب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27 ألف عبوة زيت الطعام، كما تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة،
وفي مجال البيع بأزيد من الأسعار المقررة للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 118 طن، كما تم ضبط 32 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح في مجال حجم مواد البناء. وفي مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 44 طن أسمنت و30 طن حديد تسليح. كما واصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 33 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 171 مليون جنيه. كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مبلغ نقدي بلغت ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ضبط ما يعادل 7.5 مليون جنيه عملات أجنبية مختلفة، وضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 162.5 مليون جنيه. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم. كما أعلنت وزيرة التجارة الاتفاق على التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان بالتنسيق مع المحافظين. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. تستمر معارض أهلا رمضان بتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. بأرض المعارض في منطقة فيصل وبتخفيضات تصل إلى 30%، هنا في معرض أهلا رمضان إقبال كثيف من المواطنين لشراء ما يحتاجه البيت المصري مع العد التنازلي للشهر الفضيل، حيث يوفر المعرض كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بكميات كبيرة تلبية لاحتياجات المواطنين بتوجيهات رئاسية لاستقرار الأسواق. الجيزة عاملة 7 معارض في فيصل، ده على مساحة 2000 متر، وفي البدرشين وفي العياط وفي أوسيم والوراق والصف. المعارض دي كلها شاملة جميع المحافظة عن حقها كلها. المعارض كلها إلى حد ما بنفس الكم دوت والشكل ده. المعارض ديت التوفير اللي فيها على الأقل كده بنقول متوسطه من 20-30%. في كل حاجة هنا يا فندم، يعني بتناول مثلا خصومات تبدأ من 20% 30% وفي 50%، حاجات كويسه جدا صراحه ربنا. يعني فعلا الاسعار كويسه ومتناسبه معانا وكويسه الحمد لله. انا عجبتني الاسعار، في فرق يعني، في فرق 5 جنيه 6 جنيه حاجات من كده يعني، وعشان كده انا جيت هنا. 80 عارضا وشركة خاصة إضافة إلى الشركات الحكومية على مساحة 2000 متر يقدمون منتجات تتنوع ما بين الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن، إضافة إلى المستلزمات الرمضانية. الأسعار محترمة جدا هنا من المعرض هنا بالمجان، فما فيش مش فرضين أي رسوم أو أي تكاليف. تخفيض 25% عشان المواطنين، عشان تيجي سلعة نظيفة وحاجة رخيصة عشان نخفف العبء على المواطنين. المعرض يوفر أيضا جزءا للخضر والفاكهة بجودة عالية وتنافس أسعارها مثيلاتها بالأسواق. معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل هو نموذج من بين عدد كبير من المعارض المنتشرة بكافة المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بالتزامن مع حملات مكثفة لمنع الاحتكار ومواجهة الغلاء. سالي سالم، التلفزيون المصري.
تتجه بعد قليل أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المباراة الهامة للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي على استاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. ويسعى منتخب الفراعنة للفوز بنتيجة جيدة لوضع قدم في المونديال قبل مباراة الإياب في العاصمة السنغالية دكار. هذا وتمثل المباراة فرصة للمنتخب المصري لتعويض خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح. أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة للتأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال، وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الاستاد وفي محيطه، حيث تم توزيع 3 سيارات داخل الملعب وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب، بإجمالي 8 سيارات، كما تتمركز سيارتان للإسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب بإجمالي 8 سيارات. تتضمن الخطة كذلك وجود 7 فرق طبية داخل الملعب لتقديم الدعم الطبي اللازم في حال الحاجة إليها، فضلا عن توفير كراسي متحركة، ومشيرة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الموجودة في محيط الاستاد. وللمزيد من المتابعة حول أجواء الاستعدادات ورصد التوقعات الخاصة بالجماهير لمباراة منتخب مصر والسنغال ينضم إلينا محمود جميل من المعادي. محمود، ضعني في صورة اللحظات الأخيرة لاستعداد الجماهير لهذه المباراة الهامة وأبرز التوقعات لها. نعم، دقائق وتفصلنا عن المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال في تصفيات كأس العالم. هذه المباراة التي استعد لها الجماهير من مختلف الأنحاء والأماكن في القاهرة والجيزة، وإذا كان استاد القاهرة كان قد ملئ عن آخره بأكثر من 60,000 مشجع، أيضا هنا في الأماكن والنوادي والشوارع أيضا اجتمع الجماهير ليساندوا ويشجعوا المنتخب المصري اليوم. أتواجد تحديدا في المركز الأولمبي بالمعادي الذي استعد وبدأ يستقبل الجماهير التي توافدت متابعة مباراة مصر أمام السنغال، وأيضا مؤازرة ومساندة وتشجيع المنتخب المصري. الجماهير هنا تحدثوا على أن الفوز على منتخب السنغال اليوم ليس ببعيد، وإن كانت المباراة بها صعوبة ولكن نحن نستطيع أن نحقق الفوز اليوم، وأيضا التاريخ هو الذي يؤكد ذلك، لأن منتخب مصر في جميع المباريات 14 مباراة التي خاضها مع منتخب السنغال فاز فيها بسبع مباريات وتعادل في 3 مباريات وأيضا خسر 4 مباريات. وأيضا رصيد الأهداف يقول بأن منتخب المصري سجل أمام السنغال 14 هدف مقابل 12 هدف مقابل 8 أهداف. أيضا هنا المركز
المركز الأولمبي استعد بشاشة كبيرة هنا في داخل المركز ليتابع الجمهور خلف الشاشات. عندما تحدثنا الجمهور لديه يعني تفاؤل كبير جدا بأن يحقق المنتخب المصري اليوم بأن يحقق هذه الانتصار الكبير المرتقب. توقعوا أن تكون النتيجة ما بين يعني هدفين أو 3 أهداف. وبعض الجماهير الأخرى أكدوا أنهم قاموا بيعني الدعوات اليوم، قاموا بالدعاء للاعبين وللمنتخب المصري بالفوز اليوم وتحقيق أهداف كبيرة اليوم قبل الذهاب لمباراة الإياب في السنغال. فبالتالي هناك يعني إن شاء الله ننتظر فرحة كبيرة اليوم سنحتفل بها هنا مع جماهير المركز الأولمبي بالمعادي الذين جاءوا ليتابعوا هذه المباراة التي ستبدأ بعد قليل. أيضا أكدوا على أن جميع اللاعبين يعني لدينا أمل في جميع اللاعبين، الكل بالطبع لديه الأمل على اللاعب الكبير محمد صلاح، ولكن باقي اللاعبين بالطبع يعني لدينا أمل كبير جدا في تحقيق الفوز. هذه الأجواء اليوم تعود بنا لأجواء 2006 عندما استطعنا أن نحقق الفوز على منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف. وأيضا اليوم يعني يحاول الكابتن كيروش بأن يحقق الصعود لكأس العالم، لتكون هذه هي المرة الخامسة لكابتن كيروش في الصعود لكأس العالم، وتكون المرة الأولى مع المنتخب المصري، وتكون أيضا المرة الثانية للمنتخب المصري للصعود لكأس العالم بعد الصعود لكأس العالم في 2018 بروسيا. وكانت أيضا الأجواء التي يعني نستعيدها اليوم في التي حققناها أمام منتخب الكونغو. فاليوم الجماهير جميعها تستعد لمؤازرة وتشجيع المنتخب، ونتمنى أن تصل هذه المساندات وهذا التشجيع للمنتخب المصري في الملعب لكي يحقق الفوز المرتقب اليوم أمام منتخب السنغال. المباراة رغم صعوبتها لكن ليس ببعيد أن نفوز على منتخب السنغال إن شاء الله. يعني صورة من الأجواء لمتابعة الأجواء الجماهيرية هنا في المركز الأولمبي بالمعادي، وسنتابع معكم أيضا في الخدمات الإخبارية القادمة. ويكون المنتخب المصري قد حقق يعني فوزا بكثير من الأهداف إن شاء الله. والآن عودة إليكم مرة أخرى. كما ينضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرست. أهلا بك كريم، يعني نرى في الشاشات الآن المنتخب المصري نزل إلى أرض الملعب، ملعب استاد القاهرة، استعدادا للمباراة المؤهلة لكأس العالم مباراة مصر والسنغال. انقل لنا الأجواء لديك وبعض الآراء والتوقعات لمباراة اليوم. بالفعل الأجواء هنا حماسية، ربما هذا الحماس ليس هنا فقط في نادي النصر الرياضي ولكن أيضا في شوارع القاهرة وشوارع مصر بشكل عام. الجمهور متفائل، سقف التفاؤل والأماني في ارتفاع دائم من قبل المباراة ووصولا للدقائق المعدودة الآن قبل بداية المباراة. المنتخب المصري في الملعب وأيضا نظيره السنغالي في الملعب، تفاؤل وحماس كبير جدا مدعوم بالتواجد الجماهيري إما في استاد القاهرة أو في النوادي أو في المقاهي أو في الشوارع. الجمهور يعني يحمل الأعلام وأيضا يتوقع بنتائج كبيرة هنا على أرض القاهرة، استاد القاهرة الذي أصبح الاستاد المرعب لجميع المنتخبات التي تحضر يعني هنا المباريات الرسمية. أيضا تحدثت مع المواطنين، تحدثت أيضا معهم حول توقعاتهم للنتيجة. هناك توقعات بنتيجة كبيرة في حقيقة الأمر، يعني ربما تحدث البعض عن هدف أو 2 أو 3 حتى مبكر في بداية المباراة. وبالطبع هناك الحديث الأهم والأكبر حول النجم الكبير محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وأيضا نجم نادي ليفربول الإنجليزي. وهناك أيضا توقعات بوجود أكثر من هدف في هذه المباراة. خالف المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش ربما التشكيلة المعتادة بوجود عمر مرموش بجانب مصطفى محمد ومحمد صلاح في التشكيلة الأساسية، وبدأ بمحمود تريزيجيه، ومحمود تريزيجيه له أيضا شعبية كبيرة بجانب النجم الكبير محمد صلاح، لذلك زاد سقف التوقعات عند الجماهير بوجود محمود تريزيجيه بجانب محمد صلاح ومصطفى محمد
فوز المنتخب المصري اليوم بالنتيجة ربما أكثر من هدف أو اثنين ليثبت المنتخب المصري أقدامه للتأهل لكأس العالم في 2022 في قطر. هذه التشكيلة أيضا مدعومة بوجود عمر جابر الذي خالف أيضا التوقعات عن وجود عمر كمال. الشارع هنا، الأطفال، النادي هنا، أيضا العائلات أو حتى الرجال كلهم منتظرين بداية هذه المباراة. خلال عدة دقائق ستبدأ المباراة الحماسية بوجود حضور جماهيري كبير جدا، أكثر من 60,000 متفرج داخل استاد القاهرة، مما يدفع اللاعبين بحافز كبير جدا للفوز بهذه المباراة وتحقيق أمال الشعب المصري للتأهل للمرة الثانية لكأس العالم في 2022. بالطبع أسود ديرانجا وهم طبعا أسود السنغال، هو منتخب قوي جدا في طبيعة الحال، وبالطبع سيأتي بروح تنافسية عالية بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية على المنتخب المصري. ولكن كما ذكرنا المنتخب المصري يأتي بتاريخه، يأتي بقوته، يأتي بتاريخ الكبير، ويأتي أيضا بآماله كبيرة للتأهل لكأس العالم 2022، وفي انتظار بالطبع النتيجة وبين الشوطين وأيضا الآراء من الجماهير. كريم بيبرس مراسلنا من نادي النصر بمصر الجديدة، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. شكرا لك. هذا وقد تابعت كاميرا التلفزيون المصرية توقعات الجماهير بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة لمباراة اليوم بين مصر والسنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وأكد المواطنون امتلاك لاعبي المنتخب العزيمة لتحقيق الفوز على نظيره السنغالي، معربين عن أمنياتهم بالتأهل لكأس العالم. أنا بتوقع وأتمنى أن مصر تكسب 2-0. واضح جدا ان الفريق المصري عنده عزيمه واصرار ان هو يعوض خسارتنا في بالبلينات ضربات الترجيح في الماتش النهائي معاهم يعني. فانا شايف النهارده الماتش 50-50، بس ان شاء الله كلنا ثقه في ال 11 راجل اللي هيلعبوا النهارده. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يعني كده. طبعا احنا خدنا درس من الماتش بتاع النهائي افريقيا، فان شاء الله باذن الله الغلبه لينا باذن الله 2-0 باذن الله. ان شاء الله 2-1 لمصر ونكسب يعني. باذن الله مصر هتكسب، وفي الاستحواذ يعني باذن الله هو هتبقى متكافئه اكتر حاجه يعني، وفي الاغلبيه يعني ان شاء الله الجون هيبقى محمد صلاح ان شاء الله. أعلنت روسيا أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدما كبيرا حول النقاط الرئيسية، وذلك بعد 30 يوما على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي إن الموقف الروسي الأوكراني أو المواقف تتلاقى فيما يتعلق بالنقاط الثانوية، وأشار إلى سعي روسيا إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، لافتا إلى أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك. قال الجيش الروسي إن 1351 من جنوده قتلوا منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، متهما الدول الغربية باقتراف خطأ بتسليمها أسلحة لأوكرانيا. يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية سيطرت على 93% من أراضي منطقة لوحانسك، وأشارت إلى تحقيق موسكو الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من عملياتها في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا ستركز على السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، حيث لم تستبعد وزارة الدفاع الروسية احتمال اقتحام المدن الأوكرانية المحاصرة. أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد. وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي أطلق 6 صواريخ بعيدة المدى، مشيرة إلى تسببها بخسائر جسيمة. إلى ذلك قال حاكم منطقة دونتستاك باقلوية أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة ماريوبول، مضيفا أن نحو 65,000 شخص فروا من المدينة.
بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وأوضح زيلنسكي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن المباحثات تضمنت وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الأوكرانية المحاصرة بسبب العملية العسكرية الروسية، كما تضمنت المباحثات سبل التعاون العسكري مع اليونان. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت جزئيا في إنشاء ممر بري بين القرم ومنطقة دونتسك. كما أعلنت شرطة مدينة خاركيف بأن روسيا قصفت عيادة كانت تعمل كمركز للمساعدات الإنسانية في المدينة. وفي بيان أكدت شرطة خاركيف بأن قصف البنية التحتية بعدة قاذفات صواريخ أدى إلى إصابة 7 مدنيين، توفي منهم 4. قال البنك المركزي الروسي إن القيود التي فرضها على تدفقات رؤوس الأموال تعد خطوة انتقامية بعد تجميد دول غربية لاحتياطاته على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وأوضح البنك في بيان له أنه ردا على تجميد جزء من احتياطات روسيا، فرضت روسيا قيودا أيضا على حركة الأموال التي يمكن تحويلها إلى الدول غير الصديقة بمبالغ مماثلة. وأشار البنك إلى أن كل الذهب في احتياطات روسيا موجود حاليا على الأراضي الروسية. أدان البرلمان العربي بشدة استهداف قوات الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأكد البرلمان العربي أن استمرار هجمات قوات الحوثي باتجاه المملكة يعد عملا إرهابيا جبانا يستهدف منشآت حيوية، كما يستهدف المساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، لافتا إلى أن الأمر يستوجب موقفا دوليا حازما للتصدي لمثل تلك الأعمال العدائية. أعلن التحالف العربي تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة السعودية لعمل عدائي. وأشار التحالف إلى تسبب العمل العدائي في نشوب حريق بخزانين اثنين تابعا للمنشأة النفطية، ومؤكدا السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية. وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي عن عمل عدائي استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه بالظهران الجنوبي، حيث دمرت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان ومسير، وذلك تم إطلاقه أيضا باتجاه نجران المتاخمة للحدود السعودية مع اليمن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، مشددة على أنه تم السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان القادم على النحو الذي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف الساعة بعد صلاة العشاء مباشرة. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة، وخلال جلسة وزارية نقاشية ضمت وزراء الطاقة في 44 دولة، دعا الملا إلى ضرورة التعاون والتكامل لتهيئة الظروف المناسبة للقارة الإفريقية لتحقيق التحول الطاقي بشكل متوازن وواقعي يراعي متطلبات القارة وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية، مؤكدا أهمية الدور العالمي في توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة للقارة الإفريقية دعما لها في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
نعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان القدير أحمد حلاوة الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 73 عاما إثر أزمة صحية عقبت إصابته بفيروس كورونا. وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل شكل علامة بارزة في فن التمثيل والإخراج ونجح على المستويين العملي والأكاديمي في إبداع أعمال مميزة ستبقى راسخة في وجدان الجمهور. وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. فنان ذو طابع خاص أثر الحياة الفنية في مصر بالعديد من الأعمال المتنوعة بين كوميدي وتراجيدي وديني، ترك بها بصمة لا تتكرر. إنه الفنان الراحل أحمد حلاوة الذي ولد بالقاهرة في 7 يناير لعام 1949. عن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وفي الختام هذه تذكرة بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. الرئيس السيسي يبحث في العقبة مع ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك. الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي ويؤكد تضامن مصر مع المملكة في التصدي لمحاولات النيل من استقرارها.
روسيا تعلن استكمال أو اكتمال المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية، والقوات الأوكرانية تؤكد استمرار سيطرتها على ماريوبول. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع دين عبد الكريم. يسعد مساكي دينا. يسعد مساكي أميرة، يسعد مساكي هبة، والنهاردة مساء سعيد على 100 مليون من أول دقيقة في المباراة. 1-0 لمصر دلوقتي، فاحنا مبسوطين، وعايزة أقول لكم وشكوا حلو كده على مصر. اللون الأحمر هو اللي شكله حلو يعني، والوشه حلو. إن شاء الله بإذن الله يكون يوم موفق ومصر كلها تنام فرحانة يا رب. ما بنتمناش أكتر من كده. أكيد جون رائع جدا، أعتقد أنه قلنا محمد صلاح والأسيست بتاعه كان تريزيجي، فإن شاء الله يا رب يكون ماتش موفق من أول دقيقة لآخر دقيقة. معاكي دينا، هتبقى المتابعة معاكي يا دينا أكيد إن شاء الله. شكرا شكرا هبة، شكرا أميرة، شكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة، والنهاردة تغطية على مدار الحلقة كلها، لأكيد أنه معظم الناس بتابع الماتش. هنبدأ مع حضراتكم حالا.